فرحانه بالتواجد ديالي هنايا بمدينه اصيله في الموسم ديال اصيله. ما نحتاجش نهضر على الموسم ديال اصيله، هو كيهضر على نفس ديالو. واليوم سورتو انا فرحانه للحضور المعرض ديال الصديقه ديالي نرجس الجباري وكذلك العنزاوي، وبيان سور درنا واحد الجوله بيان سور مع سي بن عيسى، دابا واحد الجوله كبيره باش نكتشفوا المعارض اللي كاينه، منها المعارض اللي في الشارع ومنها كذلك المعرض دابا اللي حنا فيه اللي في قصر الريسوني، اللي هو هذا القصر اللي عنده تاريخ قديم وتاريخ عجيب، كنشوفوا كيفاش ممكن ان التراث ديال المغرب نحولوه لصالح الثقافه ولصالح الجمهور المغربي. انا كنت اول مره حضرت في اصيله، حضرت في الرابعيه ديال اصيله، دونك درت معاهم، كانت المشاركه ديالي مع نرجس جباري، مع ملكه كزناي، مع العنزاوي، مع سهيل، مع العديد من الفنانين، شعاع، مع الفنانات كاملين. ومن قبل كورونا ما جيتش، ودابا انا فرحانه اللي كنتواجد هنايا نعاودو نشوفو هاد المدينه الجميله اللي يحضر فيها الفن كتزيد تزيان. ماشي غياب هو انا كنحاول ما امكن دائما نبعد باش نرجع بشي حاجه اللي هي تليق للجمهور الكريم، والناس معتادين انهم يشوفوني شي حاجه اللي هي كنقتنع بها انا، وتا هما كذلك كيقتنعوا بها. كنوجد الافلام ان شاء الله سينمائيه، وكاين شي كتابات سيناريو اللي انايا دابا خايضه في ليكريتور. دابا مستقره في طنجه. الاستقرار في طنجه بالحق، الخدمه كتكون غالبا في الدار البيضاء او في ورزازات او مراكش. بالحق ان شاء الله طنجه في المستقبل غادي نحاولوا ما امكن باش نحاولوا نخلقوا فيها هي الحدث، باش والاعجاب ديالي بطنجه باينه، ولدي طنجاوي. وثانيا طنجه كنحس بها مدينه ديالي، يعني مدينه روحيه غادي نقولوا، يعني المدينه اللي جمعت اللي شافت بزاف ديال الفنانه عالميين اللي سكنوا في طنجه، مدينه اللي هي معروفه بالالوان ديالها الجميله وبالطبيعه ديالها الخلابه وبالنظافه ديالها. مدينه صراحه كتخلي اي واحد ولو ما يكونش باغي يسكن فيها غير اذا داز من طنجه يتمنى انه يكون كيسكن فيها. فتحيه للناس ديال الشمال. جوج ديال الوليدات عندي، بنيه صغيره وعندي مينا وهيثم. فوالا هذا هو الحال.